كيف حضرنا هالصجية اليوم؟ أول شيء أضفنا نقيع للحم، إضافة عصير برتقال والكمون، ملح وفلفل وشوية من البابريكا الحارة، تركناهم ساعة. وبعدين بالصاجية سخناها منيح، أضفنا شوية من الزيت وأضفنا اللحم شوحناه. بعد ما شوحنا أضفنا بصل مقطع إلى شرائح رفيعة، ومن ثم أضفنا المزيد من الكمون والشطة الحارة، وآخر شيء أضفنا شوية من الثوم وأضفنا الفلفل الملون مقطع إلى شرائح رفيعة، ويقدم مباشرة مع خبز التورتيلا أو مع خبز الطابون. بدنا نص كيلو لحم عجل مقطع إلى شرحات، عصير برتقال، فلفل أخضر حار، بصل، وبدنا كمان فلفل أخضر حلو وأحمر، ويعني جميع الألوان، كمون، بدنا شوية كمون هيك، وبدنا فلفل أحمر ورقائق فلفل أحمر، ثوم مفروم، زيت، وبدنا كزبرة بالآخر حتى نضيفها على هالطبق. تمام. وعطول يا ابو طه، اللحمة لازم نتبلها قبل عملية الطبخ بمدة تقريبا الربع ساعة، فبنضيف لنا شوي من عصير البرتقال او عصير الليمون، يا سلام، حسب ما متوفر عندكم. رحين نضيف شوي من الكمون وفلفل احمر حار ورقائق من الفلفل الاحمر، لا حول ولا قوة الا بالله، ملح، فلفل اسود، نضيف شوي من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شايفين قديش حامي الصاجية؟ شايفين قديش سخن الصاجية يا اخوان؟ طلعوا 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 طلعوا. شوف بس كيف، بس بدي اضيف عليها شوية زيت، كيف بدها تولع. شوف شوف شوف. باي، هذا هو هذا هو هذا هو يا عمي، شايفينه؟ على طول بديها تاخذ لون، بديش تنزل مية اللحمة نهائيا. تشويح تشويح، قلاي سخنة جدا جدا جدا، وعلى طول بنزل بالبصل وراها ابطاها يا عيني، على طول بنزل وراها. شايف ابطاها؟ تلاحظ ما فيش اشي اسمه مي. طلع ابطاها، شوف، ايوه ابو طه يا عيني. الان رحين نضيف عليها كمان شوي من هالثوم، عندنا ثوم مفروم، هيو نضيفه. طبعا المهم انه اللحمه هاي لما نتبلها احنا نتركها نص ساعه ساعه زمان، بس انه برنامج على الهواء، فاحنا بس بنعطيكم الفكره وانتم بالدار زبطوها، يعني انه مش غلط انها تنقع بساعه زمان. تمام. طبعا اللحمه بتطرى وبتاخذ نكهه طيبه كثير كثير، شرب منيح طبعا اكيد. بس احنا هون برنامج الهواء غير، يعني بيختلف. تمام. شوي ناخذ شوي، ناخذ شوي تعليقات استاذ. انا بس بدي اضيف اضافات، بدي اضيف اجراءاتها، الفلفل والكمون والملح والفلفل بس، والفلفل الاسود هذا هو. بعدين اضيف حاره، راح تكون ابو طبعا حاره، حاره الاكل المكسيكي حار طبعا. تمام. شو ابو عون، شو بدك تسوي؟ ولا شيء، بدي اضيف عليها المزيد من الفلفل. هذا بقول لك المزيد من الفلفل. شو يا شو انت مبسوط على هالسلافه؟